اجتماع داخل المجلس البلدي، وذلك لمناقشة التوصيات التي قمنا بها كلجنة علمية استشارية داخل بلدية بن وليد حول فيروس كورونا، لأن عدد الحالات في تزايد وعدد الوفيات أيضا في تزايد. قمنا اليوم بالنقاش، وصلنا لتوصيات عديدة من ناحية جميع القطاعات داخل البلدية، أولها هي المقاهي والمطاعم وغيرها، حيث كانت توصياتنا من المجلس البلدي هي إيقافا أو القفل لمدة أسبوعين، وبعد أسبوعين تكون الرجوع بتوصيات مدروسة، بحيث يكون المطاعم أن عن طريق نظام عدم الجلوس في المقاهي أي بجميع الإجراءات الاحترازية، ويكون الطلبية الزبون يأخذها ويغادر المطعم مباشرة. بالنسبة للشيء الثاني، المساجد قمنا بتوصيات كاملة ودقيقة من حيث التباعد الاجتماعي والتباعد بين المصلين وارتداء الكمامة وتوفر جميع الإجراءات الاحترازية داخل المسجد، وعدم الإطالة في خطبة الجمعة حيث تكون 10 دقائق، والإقامة تكون مباشرة بعد الصلاة. أيضا تدرسنا القطاعات الأخرى من القطاعات الصحية في جميع مجالاتها، حيث كانت توصيتنا المشددة على المصحات والعيادات والمراكز الصحية والمستشفى في بن وليد أن وجود نظام الفلترة في جميع هذه المرافق لكي لا تختلط الحالات المشتبه فيها كورونا مع الحالات الأخرى. وكان عندنا أيضا توصيات ثانية بالنسبة للتعليم والجامعات، والآن ما زلنا في تدارس القرار النهائي حول التوصيات المهمة في قطاع التعليم. خلال هذه الورشة إطلاع المؤسسات اللي استضفناها كمؤسسة الهلال الأحمر، كالجمعيات الخيرية، مؤسسات المجتمع المدني داخل مدينتنا وداخل بلدية تغدامس، وصلناها بعض المفاهيم اللي تهمهم في عملهم الإنساني، كمفاهيم حقوق الإنسان، الانتهاكات، المواثيق الدولية التي تتعلق كذلك بحقوق الإنسان. كان أداء المتدربين بشكل مميز، كان فيه نقاشات مثمرة من خلال هذه الدورة. نحن في هذا اليوم نحتفل باليوم العالمي للمياه الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1993. بهذه المناسبة نحن نحاول نقوم بتكريم الناس للرعيل الأول والقادة اللي قاموا بقيادة سفينة مشروع النهر الصناعي حتى هذه اللحظة. نحن في صدد التعريف بأهمية المياه ومواكبة العالم في اليوم العالمي للمياه. يحتفل المشروع باليوم العالمي للمياه والذي وافق يوم 22 مارس من كل عام. المشروع كرس هذا الاحتفال بذكرى مشروع النهر الصناعي والرعاية
الرجال الذين قام على اكتافهم مشروع النار الصناعي لمدة 40 عام. فالذكرى هذه تخلد هؤلاء الرجال الذين قاموا باللبنات الأولى لإنشاء هذا المشروع من مهندسين وإداريين وماليين. نحتفل اليوم بتكريمهم وتكريم أيضا أعضاء اللجنة الشعبية الذين واكبوا هذا المشروع منذ إنشائه. زيارة مقر الشركة العامة لصناعة الأدوية المستلزمات الطبية برفقة عميد بلدية الماية دكتور خالد عاس والجهات الأمنية ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة لصناعة الأدوية دكتور عبد الفتاح وادي. والحمد لله كانت زيارة موفقة، وإن شاء الله نتمنى يعني أن من الدولة تهتم بهذا المرفق يعني وتدعم البرنامج اللي احنا ان شاء الله ناويين ننفذوه، اعمار مقر الشركه العامه لصناعه الادويه واعاده اعمار مصنع الماية الادويه.